مهم جدا. المباراة جرت في بحضور المدرب الجديد كافالي الذي يعود للكرة الجزائرية بعد أن درب المنتخب الوطني مولودية وهران التي خلقت العديد من الفرص في هذه المواجهة، تمكنت من افتتاح باب التسجيل عن طريق في بداية أقول المباراة عن طريق زعبية، أول هدف لزعبية المهاجم السابق لشبيبة القبائل والليبي. المولودية الوهرانية إذن خلقت المزيد من الفرص، ورد الفعل أيضا كان مباراة كانت متكافئة. بعد ذلك تمكن فريق مولودية وهران من إضافة الهدف التالي في المباراة بحضور كافالي المدرب السابق الذي قلت للمنتخب الوطني الجزائري فريق شباب قسنطينة. طبعا الصور تصلنا، هكذا تمكن من العودة في النتيجة في نهاية المباراة لتنتهي المواجهة بفوز مهم وثمين جدا لمولودية وهران بهدفين مقابل هدف، فوز معنوي مهم جدا. سيونس فوز معنوي خاصة بعد الانهزام المباراة الأخيرة تحت الحد الحراش، ما كانوش عنده حلول أخرى من غير الفوز. حضر المباراة بمعنى مليات، أنا نقول هذا هدف، ولكن عرف كيفاش يفتح باب التسجيل وسجل الهدف الثاني في الوقت المناسب. أما شبيبة قسنطينة اللي دارت كل ما في وسعها خاصة في نهاية الشوط الثاني، كانت قادرة تولي بنتيجة إيجابية لو استغلت الفرص اللي كانت عندها في